استاذ فين هي البيت؟ علاش؟ وراك انت كترافع؟ لا هو دابا كمرتي كافيه باش عرفوني انني محامي. ما احتاجش البيت، ما احتاجش الشكل الخارجي. انا رفعت، انا بينت ان هناك شروط فيما يخص الزينه، فيما يخص الشهاده، فيما يخص شهاده الزور، فيما يخص القضاء، فيما يخص التجسس. الشريعه الاسلاميه واضحه، الزنا خاص أربعة شهداء، وإن لم تأتوا بأربعة شهداء أربعة شهود فهذوك هما الفاسقون، لا نقاش فيه. بالنسبة لله سبحانه وتعالى قول الزور وشهادة الزور في مرتبة عبادة الأصنام، هذه لا نقاش فيه. وحكيت لهم شنو القاضي في الإسلام، القاضي في الإسلام وهذاك الذي يتحقق. وحكيت لهم الرواية ديال الشجرة، واش كتعرفوها ولا لا؟ اللي كانوا أريد البحث عن قاضي قال لهم شكون فيكم غادي يقول لي الثمر ديال ديك الشجرة؟ مجموعة ديال القضاة ديال مرشحين القضاء على يديهم، فطلب منهم الأمير أن يغادروا القاعة. بقي واحد كمشة ديال الناس وقالوا له بغينا نقربوا من الشجرة ونشوفوها ونتحققوا. مشاو شافوا الشجرة، واحد بقى جالس كأنهم كنتسناهم يرجعوا، لأنني أنا بغيت الإذن باش نمشي ناكل منها. مشى ديك السيد وشاف الشجرة وحركها مزيان وخاد واحد التمرة منها وكلعها ومضغها وبلعها، وقال له إلى أن يثبت العكس هذه شجرة التفاح، لأن صوابي يحتمل الخطأ وخطأك يحتمل الصواب. هذا هو القاضي، القاضي اللي كيتأكد. وما نساوش بأن الشيخ الإسلام قال من لا تدركه العين لا تدركه الصورة، وما تدركه الصورة تدركه العين. اما تجيب لي التصويره من السماء وتجيب لي واحد التصويره نقول لك خليها عندك، واذا انت صورتي شفتي بعينك، وانت تصورتي بلا ما تشوف من عينك ديك الصوره خليها عندك ما دايزاش. فالله سبحانه وتعالى فيما يخص الزنا خلق شروط تعجيزيه باش حتى واحد ما يشكي بالزنا. وفيما يخص الشهاده كاين شروط باش تأدي الشهاده، الكذاب والفاسق اللي كيعترف على نفسه بانه فاسق ما يمكنلوش يكون شاهد في الاسلام. هذه الحقائق ديال واحد الملف واضح، لانه قلت لهم اقراوا الخبره ديال رجال الدرك ما وراء الحروف. وما وراء الحروف هو ان الفيديوهات واذا خرجوا من السيجيت اي القرص الصلب الخارجي ودخلوا في السي دي، ماشي معناه انهم خرجوا من المسجل الرقمي دي في ار، اما انهم خرجوا من السيكات خرجوا من السيكات. هذاك شغلهم شكون اللي عمر السيكات فين مشوا عمرهم هذاك شغلهم، لان الجدرميه خرجوا 6 ديال الفيديوهات من الدفير، ما عندهمش نفس الفورما، ما عندهمش نفس الاسم، ما عندهمش نفس التركيبه، الشكل اخر. وقالوا لهم ها الفيديوهات ديال الدفير، ها الفيديوهات ديال السيكات. هذا يعني ان الفيديوهات اللي شفنا ما خرجوش من الدفير، وبما انه الدفير هو اللي كان كيسجل ما كان تراه الكاميرا، فلا الكاميرا لم ترى الفيديوهات اللي وراو لينا هنايا خلال شهر رمضان برمته. ومنين عيط المصدر ديالهم؟ لا اعرف، ملي يقولوا لنا شنو المصدر غادي بدنا نقول لهم كيفاش ركبوهم. هذا كتبقى شغلهم، هذا كتبقى شغلهم. وقلت للقضاء راه كاين واحد الرعب في المغرب، الجميع ينتظروا الحكم،
لأتمنى أن يكون حكم البراءة، لأن كل شيء خوفان، أصحاب المال خوفانين، أصحاب الاقتصاد خوفانين، أصحاب المعامل خوفانين، أصحاب الفكر خوفانين، الصحفيين خوفانين، المفكرين خوفانين، السياسيين خوفانين. وإذا سمحنا اليوم شي مؤسسة من المؤسسات أن تقدر تفبرك ملف من هذا الحجم باش تصفي مع واحد الشخص وما تقدرش، إن كان هذا صحيح كان عليه أن تنتظر حالة تلبس وأن تعتقله في حالة تلبس باش تعفينا من هذا التشكك اللي كاين اليوم في المغرب. اليوم المغرب مرعوب، الناس من مرعوبين، الأبناك خوفانة، اللي عندهم المال خوفاني، كل شيء كيقول فوقاش غتجي نوبتي، اش غادي يوقع؟ هاد الناس ما عندهم حدود، ما كيحشموش، مستعدين يديروا أي شيء باش يدخلوك للحبس. ماشي هكا المغاربي غادي يبقى يطمئن لبلاده ويستثمر فيها ويعمل فيها. هذه ماشي قضية ديال اللعب. هذه قضية تفوق وتوفيق بعشرين وتفوقكم وتفوقني. أنا ولا هو ولا احنا مجموعين، لا شيء بالنسبة للأمة، بالنسبة للمغرب، بالنسبة للوطن. يمكن لاش نخليو شي واحد يمكن له بهاتف تليفوني يتحكم في مؤسسات اللي يمكن لها بسهولة تجمع شهود ضدك، حجج ضدك، أدلة باش تغرقك، باش في آخر المطاف شكون هو الرابح؟ شكون غادي يربح في آخر المطاف؟ ماشي البلاد، ماشي الوطن، ماشي المغرب. ملي تبغوا تعتقلوا شي واحد، تعتقلوا اليوم ولا من بعد الشهر، شنو الفرق؟ تسنى شهر، شهرين، عام، عامين، بحال اللي كيديروا في جامعة الدول وحصلوا في التلبس، إن كنتم ما تقولون صحيح. أنا ما نثقش بالعيالات اللي كيسافروا في كلاس بيزنس. أنا ما يمكنش نثق في واحد المسطرة اللي ما سولوش المنظفة اللي كانت كتنظف المكتب ديال توفيق بعشرين واش فعلا كان فيها الكاميرا من وراء التلفزيون، واش شفتي السلوكة في الحيط اللي كيربطوا الكاميرا مع واحد الدافير، ومشيت تجيب لي وداد من الحاف من فرنسا، ومشيت تجيب لي الناس من الشاون ومن طنجة، وما تسمعش المراد اللي كان في المكتب، وما تسمعش المنظفة، وما تسمعش الصحفيين اللي كانوا في اليوم 24، عفوا الأخبار اليوم. بدأ بهم، جبتي لي السيدة من بروكسل، جبتي لي السيدة كتعيش في فرنسا لأن عندها وكالة ديال الإنتاج السينمائي الدولي، هادو جبتهم من الخارج وما قدرتيش تدوي مع واحد وتحقق معاه، هو خدام في نفس المكان أو موجود في الدار البيضاء. وبغيت نطمئن، أنا ما نطمئنش، أنا خوفان، أنا ما بغيتش يبقى الرعب في القلب ديال ولادي ولا ديال عائلتي. أنا لا أؤمن بهذا الملف وأنتظر البراءة.